عموما يمكن معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. يا كابتن مرجان اهلا بيك. يومك طويل يا كابتن النهارده. الحمد لله والله استاذ ابراهيم وكابتن عدلي ربنا يخليك والله. اهلا بيك، خلصت اليوم المطول. خلصنا اليوم المطول الحمد لله على خير والله، يعني الحمد لله يعني كله شغال، مجلس اداره وبالاداره التنفيذيه بالثلاث فروع النادي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس ربنا يكرمنا ويوفقنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله دعوتكم. باذن الله يا كابتن. قول لي ايه التوضيح اللي حضرتك حابب تضيفه؟ هو بس كان في توضيح، احنا كنا اعلنا اللي في 5000 تذكره هتطرح للمباراه لدور 32. ال 5000 تذكره النهارده بالفعل كنا اعلنا من يومين على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. اللي احنا هنطرح ال 2500 تذكره للجماهير اللي هم لهم الحق، اللي حاملين البطاقه ال 20000 اللي حاملين بطاقه النادي الاهلي اللي هي الخاصه بالجماهير. لان دول حق ادبي والتزام ادبي للنادي، فطرحناهم اونلاين وقلنا 1 مارس هيتم الطرح بالفعل الساعه 1 الفجر النهارده، لان ده سيستم معمول اتفتح الاونلاين اتحجز 2500 تذكره. الساعه 1 الظهر بلغونا اللي فيه 600 تذكره من 2500 ما فيش جديه في الحجز. ما حدش رأى، انت حضرتك بتحجز اونلاين وبعد كده بتنزل تدفع الفلوس، بتاخد الايصال، بتستنى بعد كده التذكره ما بتروح المكان اللي انت هتستلم منه اللي هو فوري، او مش عايز اقول يعني المكان اللي بتستلم منه هم عارفين. تمام. فطبعا ما فيش جديه، فكان فاضل 600 تذكره حفاظا لشفافيه النادي وشفافيه الاداره في موضوع التذاكر ده. اعدنا الطرح مره ثانيه على 600 واعلنا على الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي فيه 600 تذكره هيتم اعلانهم ثاني. بس من الواضح اللي حصل في مفهوم خطا، الناس افتكرت ان احنا طرحنا 600 تذكره فقط لا غير. انا عايز اطمن جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي الكلمه اللي بتطلع من مجلس الاداره او من ادارته ما فيهاش رجعه، في شفافيه مطلقه، احنا ملتزمين بكلامنا اللي قلناه. ال 2500 تذكره ما زالوا مطروحين على الاونلاين فعلا، حجزوا من ال 600 برضه اللي فضلوا حجزوا، فاضل لنا 200 تذكره ما فيش جديه حجز فيهم، واحنا سايبين السيستم مفتوح لغايه اما 2500 تذكره يتم نفاذهم بالفعل، دول حق الجمهور وحقهم علينا والتزامنا الادمي ناحيتهم. تمام. ال 2500 تذكره التانيين ان شاء الله باذن الله دول هيطرحوا على مستوى الثلاث فروع. لاعضاء النادي وهم برضه جماهير النادي ولهم حق علينا ال 2500. فاحنا بنناشد الجمهور طبعا، احنا يا جماعه احنا عندنا شفافيه كويسه جدا، دي تجربه احنا عايزينكم تعذرونا فيها وتعذروا الاداره، وفي نفس الوقت بنعذر الامن لان احنا هنلعب على استاد القاهره اللي احنا كلنا بنتمنى من فتره طويله اللي يعني نلعب على استاد القاهره بجمهور. فعايزين ننجح التجربه، فانا طبعا بوجه الشكر للناس اللي ملتزمه معانا جدا، والناس اللي هي فاكره اللي في اي حاجه انا بقول لهم باكد لهم احنا كلمتنا واحده ما بتتغيرش، عندنا شفافيه مطلقه في الموضوع ده. والنهارده برضو على الهامش ده برضو فتحنا الحجز بتاع الصاله المغطاه لبطولات افريقيا، النهارده تم طرح 950 تذكره اللي الامن حددهم، وبرضو الامن حددهم طبقا لسعه الصاله المغطاه للنادي. ايوه. سعه الصاله المغطاه 2800 عدد فقط من الجمهور، دي شامله المقصوره الرئيسيه، شامله اعضاء النادي، شامله الفريق الضيف، احنا خصصنا 950 تذكره يعني اكثر من الثلث او اكثر يعني اكثر من ثلث الصاله خصصناها للجمهور. ال 950 النهارده نفذوا. تمام؟ فاحنا الحمد لله ماشيين بشفافيه، احنا سعداء بعوده جماهيرنا تاني وبنشكرهم بالالتزام، فلازم الناس، انا عارف ان جمهور النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم وكابتن عدلي الجمهور كبير جدا. صحيح. نحاول بقدر الامكان يبقى في نوع من يعني احنا نفسنا نتحمل بعض يا جماعه، نتحمل بعض، عايزين نعمل لكم كل اللي انتم عايزينه في اطار الطاقه، والقبول هو اللي هيخلينا ننجح ونزود الاعداد بعد كده. تمام، هو ده بس احنا كنا عايزين نوضحه، والاداره متعاونه جدا مع الجمهور، واحنا جمهورنا نمره واحد، ولكن احنا على حسب التعليمات اللي موجوده عشان يبقى في خطوه ثانيه ايجابيه نزود عدد الجميل على قد ما نقدر. فنتمنى التجربه تنجح، نتمنى المباراه ان شاء الله باذن الله الفوز يبقى النادي الاهلي ونظهر بالشكل اللي احنا عايزينه كلنا باذن الله. باذن ان شاء الله ربنا يوفقكم، واعتقد ان جمهور النادي الاهلي هيتعاون مع النادي في انجاح كل التجارب عشان المره الجايه ال 500 الخمسه يبقوا 10. صحيح. يعني باذن الله. تمام ان شاء الله يا كابتن عدلي وزعيم، ربنا يخليك. هنطلع فاصل بقى للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، واعتقد وضح مساله طرح التذاكر عبر السيستم.